الفنان العربي الوحيد الذي استطاع أن يضع بصمة واضحة في السينما العالمية. حياته كانت مليئة بالأسرار والمفاجآت. النجم الذي أمتع الملايين من عشاق السينما ليس فقط في العالم العربي ولكن الغربية أيضا. ولد النجم عمر الشريف في 10 أبريل 1932 باسم ميشيل ديمتري شلهوب بالإسكندرية، وهو من أسرة كاثوليكية من أصول سورية لبنانية. وقد تضاربت الآراء حول أصول أسرة والده بين من يقول أنها تعود إلى مدينة زحلة في لبنان ومن يقول أنها تعود إلى آل شلهوب السورية من دمشق. وكان والده تاجر أخشاب، ولطالما أراد أن يعمل ابنه في هذه المدينة، إلا أن ميشيل الصغير كان شغوفا بالتمثيل الذي بدأه على مسرح كلية فيكتوريا التي كان يدرس بها. أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة أرستقراطية، وكان جده لأمه يهوديا بينما الأب من المسيحيين المتدينين. درس في بداية حياته بالمدارس الأجنبية، لكن ظهرت علامات البدانة عليه بوضوح نتيجة تناوله كميات كبيرة من الشوكولاتة آنذاك. فوجدت والدته زيادة وزن نجلها تشكل تهديدا لصحته ومستقبله أيضا، خاصة مع شعورها أنه سيكون شخصا له مكانة كبيرة في المستقبل. فقررت إلحاقه بمدرسة فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية، وهي أكبر مدرسة داخلية في مصر آنذاك وتعلم الطلاب اللغات. والتحق الشريف بها في سن 11، وقد اتبعت والدته نظاما غذائيا حادا لإنقاص وزنه، وتعرف في هذه المدرسة على يوسف شاهين، أحمد رمزي، عادل أدهم وغيرهم. فكانت بداية عشقه للفن من مسرح المدرسة الذي قدم عليه عروضا كثيرة، ليكون المسرح سببا في حبه للفن الذي قرر أن يحترفه بعد الحصول على شهادة البكالوريا ومكتفيا بالأعمال المسرحية التي يقدمها بالمدرسة. وأفادت المدرسة عمر كثيرا في إتقان اللغتين الإنجليزية والفرنسية، الأمر الذي ساعده في سن صغيرة على احتراف التمثيل خارج مصر. إلا أن عائلته رفضت عمله بالتمثيل وألحقته بكلية التجارة نظرا لإجادته الحسابات. وعمل مع والده في تجارة الأخشاب لفترة، لكنه بمجرد الانتهاء من دراسته عاد ليتمسك بحلمه في التمثيل مهددا بالانتحار إذا لم يوافق والده على دراسته للتمثيل في بريطانيا. فوافق الأب مضطرا استجابة لرغبة نجله الوحيد. أسرع عمر الشريف في استخراج أوراق الدراسة والإقامة في إنجلترا كي يتعلم التمثيل ويدرسه أكاديميا، ولم يكن يؤمن بالدجل والعرافات. ليفاجأ عمر الشريف قبل أسبوع واحد من سفره وخلال لقائه مع أحمد رمزي بدخول يوسف شاهين عليهما ليخبرهما بأنه يرغب في إسناد دور البطولة له في فيلم سينمائي جديد سيبدأ تصويره قريبا مع فاتن حمامة، شرط أن يقنعها بأدائه التمثيلي خلال لقائهما. فدخل الشريف في دوامة من التفكير لم تستغرق وقتا طويلا بين الاستمرار في تحقيق رغبته في الدراسة في بريطانيا وبين فرصة الظهور الأول له مع سيدة الشاشة العربية كبطل لأحدث أفلامها السينمائية، وهو الخيار الذي كان من الصعب رفضه. وعندما ذهب للقاء فاتن حمامة في منزلها ظل صامتا لمدة، لكن كلماته الأولى التي وجهها لسيدة الشاشة العربية سحرتها وجعلها تقع في حبه من النظرة الأولى. تم اختيار اسم عمر الشريف له ليكون اسمه الفني الذي سيقدم به للجمهور، وقرر شاهين الاسم لعمر الشريف دون إرادته ليظل ملاصقا له حتى وفاته. وبدأ التصوير الذي اعتمد غالبيته على الإقامة في الصحراء ليزداد اختلاط فاتن وعمر بصورة كبيرة ويزداد تقربهما من بعضهما البعض. نجح فيلم صراع في الوادي نجاحا كبيرا، ما جعل عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائيا لا يفترق، ومنح عمر الشريف أولى الخطوات نحو العالمية، حيث شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي، وكان بمثابة الفرصة الأولى ليتعرف عمر الشريف على السينما الفرنسية ويلتقي بمنتجيها ومخرجيها. انفصلت فاتن حمامة عن زوجها عز الدين ذو الفقار لتبدأ العلاقة بينها وبين عمر الشريف في التطور بشكل كبير، لكن مشكلة الديانة كانت عائقا كبيرا بالنسبة لهما، فهو مسيحي وهي مسلمة. لكن هذه المشكلة لم تدم طويلا بسبب قرار عمر الشريف تغيير ديانته إلى الإسلام حتى يستطيع الزواج من محبوبته. ولم يكن الأمر سهلا بالتأكيد على عائلة عمر الشريف المتدينة، ولكنه واجه كل ذلك وآثر على قراره. أحب عمر الشريف فاتن حمامة بجنون، فكان يرافقها ويشعر بالغيرة عليها باستمرار، لدرجة أنه طلب منها الالتزام بعدم تقبيل أي ممثل في أفلامها،
وأنجبا صبياً يدعى طارق الذي ظهر وهو ابن الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو، وتوالت أعماله السينمائية بعد ذلك مثل أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، لا أنام، سيدة القصر، نهر الحب، في بيتنا رجل. وفي أوائل الستينات التقى الشريف بالمخرج العالمي ديفيد لين الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام العالمية. ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ بإهمال زوجته وبيته، مما أدى إلى انفصالهما في منتصف السبعينيات. فالشهرة الكبيرة التي حققها عمر الشريف على المستوى العالمي كانت بمثابة النهاية لعلاقة الحب التي جمعته بفاتن حمامة، ورصاصة الرحمة التي كتبت النهاية لزواجه من النجمة الجميلة. وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبداً. وفي الولايات المتحدة انتشرت إشاعات عن وجود علاقة حب بينه وبين النجمة العالمية الشهيرة إنغريد بارغمان، ولكن لم يتم تأكيد أو نفي هذه الإشاعات. وعلى الرغم من غراميات عمر الشريف مع العديد من النجمات العالميات، إلا أن فاتن ظلت حبه الحقيقية والوحيدة، كما أكد في العديد من حواراته مع الإعلام، فقد اشتهر بتعدد علاقاته مع العديد من أجمل وأشهر النجمات العالميات، بعد نجاحه نجاحاً منقطع النظير في فيلمه العالمي الأول لورنس العرب. في عام 62 لقي شهرة جماهيرية كبيرة، وأصبح العالم الغربي كله يتبع أفلامه. واستمر عمر مع نفس المخرج ديفيد لين ليلعب عدة أدوار في عدة أفلام، منها فيلم دكتور جيفاغو وفيلم ذا يلو روز رايز، وغيرها الكثير من الأفلام الناجحة، وأهمها فيلم تشي عام 69، ليكون بذلك الممثل المصري والعربي الوحيد الذي جسد شخصية المناضل الكوبي الأرجنتيني تشي جيفارا. قام عمر الشريف أيضاً بتمثيل أدوار كوميدية، منها دوره في فيلم توب سيكريت عام 84، وبعدها ابتعد عن الساحة الفنية واكتفى بظهوره في البرامج والمسلسلات والسهرات كضيف شرف، والذي يساعد ظهوره لدقائق في أي فيلم على نجاحه، كما في فيلم The 13 Warrior عام 99، كما ظهر أيضاً في الكثير من الأفلام التلفزيونية. اشتهر عمر الشريف في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء، بينما مثل في أفلامه العربية جميع الشخصيات الهزلية والأدوار الجادة والرومانسية والكلاسيكية. وبعد انحسار الأضواء العالمية عنه عاد إلى مصر في التسعينات وتفرغ للعمل العام، كما عرض له فيلم حسن ومرقص مع عادل إمام، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية بين المسلمين والمسيحيين عام 2008. أما آخر أعماله فهو فيلم روك القصبة عام 2013، وهو الفيلم الذي شارك به عدد كبير من نجوم السينما العربية. قدم عمر الشريف ما يقرب من 50 فيلماً في هوليوود، وفاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو، وفاز بجائزة الجولدن كلاب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، فضلاً عن جائزة جولدن كلاب للنجم الصاعد، ونال الكثير من الجوائز. ففي عام 1962 رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد، ولكنه لم يفز بها، وذلك لدوره في فيلم لورنس العرب. وفي عام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديراً لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله. لعب القمار كان جزءاً أساسياً في حياة عمر الشريف، والذي ورثه عن والدته التي كانت مقامرة لامعة. وقد صرح في مقابلة له مع إذاعة بي بي سي البريطانية سنة 87 قائلاً: لا أتخيل نفسي وأنا لا أمسك ورقات الكوتشينة في أحد الأيام. ولكن القمار عاد على عمر الشريف بخسارة مالية فادحة، كما اتسمت طبيعة عمر الشريف بالعصبية الشديدة والتي ظهرت في العديد من المواقف، خاصة بعد إصابته بالزهايمر في أواخر أيامه، حيث اتهم أكثر من مرة بالتعدي والضرب على المواطنين، ومنها ضربه لشرطي في باريس سنة 2003 وتهشيمه لمطعم في اليونان. قبل وفاة عمر الشريف قرر العودة إلى مصر والاستقرار فيها، وذلك بعد وفاة أقرب الناس إليه، في مقدمتهم النجم أحمد رمزي ومديرة أعماله المخرجة إيناس باكر. وفي عام 2015 أعلن نجل الفنان عمر الشريف إصابة والده بمرض الزهايمر، حيث أصبح يعاني لتذكر أبرز وأشهر أفلامه، كما أنه لم يعد يميز بين معارفه، ليتوفى النجم العالمي يوم الجمعة 10 يوليو عام 2015 عن عمر ناهز 83 عام، ليطوي الزمان صفحة نجم سطع في سماء السينما المصرية والعالمية لسنوات طويلة.